آلان ليكمان هو بروفيسور جامعة أمريكان يونيفرسيتي بالعاصمة واشنطن دي سي. بالثمانينات اخترع طريقة نظرية وممكن اعتبارها يعني نوع من الخوارزميات اللي عن طريقها تتنبأ من يكون الرئيس المقبل للولايات المتحدة الأمريكية. شرح هذا الموضوع بكتاب مفاتيح البيت الأبيض Keys to the White House. هو توقع ترامب يصير رئيس سنة 2016. هذا البروفيسور يعني نجح بتوقع الرئيس 8 مرات من 9 مرات من بدأ سنة 1984. المرة الوحيدة اللي ما توقعها صح هواي ناس يقولون كان هو الصح، كانت سنة 2000 لما فاز جورج بوش على آل جور منافس الديمقراطي. لأن أولاً آل جور فاز بأصوات الناخبين، ولما وصل للإلكترال كوليج خسر بفارق 537 صوت فقط في فلوريدا، يعني نسبة كانت كلش قليلة. حتى هواي ناس يقولون كانت خطأ، وكانوا يحاولون يسوون إعادة فرز للأصوات بوقتها، يعني وصل الموضوع للمحكمة الدستورية العليا، بس بعد فترة رفضت إعادة الفرز، ولمدة طويلة يعني ما كانوا الناس يعرفون منو حيكون الرئيس القادم. يعني نقدر نقول نظرية آلان ليكمان مضبوطة، بس هو ما يعلن توقعاته إلا قبل الانتخابات بكم أسبوع، ينتظر كل الإشارات يعني تكون واضحة. طبعا هو مو بس توقع أنه ترامب يفوز، توقع أنه تصير إجراءات عزل ضده ويدان، وهذا الشيء صار. أنا قاعد وياه شخصيا وحكالي على الموضوع، واعتبرته واحد مخرف لما قال ترامب حيفوز، بس بعدين فاز ترامب ورحت اشتريت كتابه. خلي احكي لكم شلون يقرر. عنده 13 نقطة انت تقراها وتفكر اذا هي صح او غلط بناء على الوضع الموجود في امريكا هذا الوقت، وتحسب عدد الصح وعدد الغلط. هاي مرات طبعا يصير بيها اختلاف بالرأي، وكل واحد يمكن يشوفها بطريقته، بس خلينا نجرب طريقته على الانتخابات الجاية 2020. شو راح نسوي؟ حنقرأ النقاط هذه ونشوف ياهو صح وياهو الغلط، ونقرر من يكون الرئيس المقبل. أولا، لا يوجد منافس حقيقي للرئيس الحالي من حزبه. طبعا ترامب هو مرشح الوحيد للحزب، فهاي تعتبر صح. ثانيا، مرشح الحزب هو الرئيس الحالي، وهذا أيضا صحيح. ترامب هو مرشح الحزب وهو الرئيس الحالي. ثالثا، بعد انتخابات منتصف الدورة، أعضاء حزب الرئيس الحالي حصلوا على مقاعد أكثر في مجلس النواب. هذه لا غلط، لأنه انتخابات منتصف الدورة 2018 الديمقراطيين أخذوا مقاعد أكثر في مجلس النواب من الجمهوريين، وصاروا هم يعني الأغلبية بمجلس النواب. بأمريكا كل سنتين أكو انتخابات للكونغرس وتتغير المقاعد. رابعا، لا يوجد مرشح قوي لحزب ثالث في الانتخابات. هاي صحيحة، لأنه ماكو مرشح مستقل قوي على الأقل لحد هسه. عادة مرشح الحزب الثالث ما يفوز، بس ياخذ من أصوات اليمين واليسار فيأثر على نتيجة الانتخابات. خامسا، خلال الانتخابات لا يوجد كساد اقتصادي ومشاكل اقتصادية. هذه يعني خطأ، لأنه يعني بعد موضوع الكورونا أكيد صار كساد اقتصادي كبير، وعلى أكثر يستمر فترة يعني طويلة، لأنه ماكو حل للفيروس على المدى القصير. سادسا، الوضع الاقتصادي للمواطنين أصبح أحسن من الفترتين السابقتين للرئيس السابق. يعني ما أعتقد نقدر نقول الوضع الاقتصادي أحسن، لأنه ملايين فقدوا شغلهم، ويعني تفرجت همين على المؤشرات الاقتصادية للخبراء لسنوات الاثنين القادمة تقول الوضع يعني حيتجه للاستمرار بالكساد. إذن هاي خطأ. سابعا، الرئيس الحالي قام بتغييرات كبيرة في السياسات الوطنية. هاي نقدر نقول صحيحة، لأنه ترامب صحيح سوى تغييرات كلش كبيرة بالسياسة الوطنية، وما يقول تغييرات زينة أو مو زينة، ما يحدد. إذن يعني نقدر نعتبرها هاي النقطة صحيحة. ثامنا، لم توجد مشاكل داخلية واضطرابات عامة خلال فترة حكم الرئيس الحالي.
لا هاي غلط، لأنه مثل ما تعرفون كانت الطلبات كلش كبيرة، أكيد الكورونا، وطبعا قضية احتجاجات مقتل جورج فلويد. إذا هاي النقطة تعتبر غلط. تاسعا، إدارة الرئيس الحالي لم تعاني من خسائر عسكرية دولية أو خسارة في العلاقات الدولية. يعني هو ما تعرض لخسارات حربية، بس علاقاته بكل دول العالم سيئة، خاصة مع حلفاء الأوروبيين، يعني خسارات كبيرة بالعلاقات الدولية. إذا هاي النقطة خطأ. عاشرا، إدارة الرئيس الحالي نجحت عسكريا في حروب دولية أو نجحت في العلاقات الدولية. أنا هم أشوفها خطأ، لأنه ما دخلوا حروب ولا نجحت بالعلاقات الدولية. 11، الرئيس الحالي بطل قومي أو لديه شخصية كاريزماتية قوية. يعني مو بطل قومي طبعا، لأنه هو حتى ما خادم عسكرية، وانطوه تقرير حتى ما يخدم في فيتنام، وصاير مضحك للعالم. ما أقدر أقول أنه هذا صحيح، خطأ. 12، منافس الرئيس الحالي لجو بايدن ليست له شخصية كاريزماتية وليس بطل قومي. ما أقدر أقول أنه جو بايدن بطل قومي، بس طبعا أكو هواي ناس ما يعرفون أنه جو بايدن أيضا انطوه تقرير على مود ما يختم فيتنام، بس طبعا هو كاريزماتي أكثر بهواية من ترامب وشخصيته قوية، فإذا أعتبرها خطأ. 13، لا توجد فضائح كبيرة في إدارة الرئيس الحالي. لا أبد، ماكو فضائح. ترامب يومي عنده فضيحة، فأكيد هاي النقطة خطأ. هسا النتائج شلون تنحسب؟ إذا طلعت 6 أو أكثر من هاي 13 نقطة غلط، الرئيس الحالي ما راح يفوز بالانتخابات. أنا حسبت 8، حتى لو قلنا 1 أو 2 غلط، هم ترامب راح يصير الرئيس، إلا إذا معجزة. يعني بايدن حيصير الرئيس رقم 46 للولايات المتحدة الأمريكية. قبل ما تقولون أنه أنا منحاز لبايدن وأني ديمقراطي ويعني من هاي الكلايش، فكر بيها شوية. لو أني طلعت دونالد ترامب يصير الرئيس، راح أكسب اللي يحبون ترامب واللي يكرهوه، لأنه اللي يحبون ترامب حيكيفون، واللي ما يحبوه حيقولون شوفوا هذا الرجل حيادي ويعني منصف. فأني بس دا أطبق النظرية لا أكثر ولا أقل. أنتم ممكن يعني تشوفون الحقائق بغير شكل، تقدرون يعني ترجعون للفيديو وتشوفون النقاط واحدة واحدة، وأنتم تحطون الصح والغلط عليها وتقررون. بس حسب حساباتي أني أعتبر أنه ترامب باي باي.